الجيم ورايح. دنا مشاهد الكرام، مشتاقين نشوفكم. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء، السويقة الليلية المتواجدة وسط برنس مولاي عبد الله. يعني كيف ما كتشوفوا معنا، يعني السويقة دي كتكون فقط في الفترة ديال الليل. الله يسهل على هاد الناس هادو، يعني منتوجات معروضة للبيع، يعني لي مارك كتلقاهم معروضين هنا للبيع. السويقه دي كتخدم فقط في الليل، يعني بالنسبه للناس اللي بغاو شي بياسه ولا بغاو شي حاجه، يعني راه كاين هاد السويقه هادي راه كتبقى فتره متاخره من الليل. يعني هاد الناس هادو كيسرزقوا الله، كاينين عندهم سبرديلات، حويجات، تيشيرتات، يعني جميع انواع الملابس عندهم متواجده في هاد المنطقه هادي. يعني حتى الزبناء يعني راه كيجيو هنا، يعني الناس اللي كيبغاو شي بياسه هما النهار كامل وخدامين كيخرجوا فتره متاخره من الليل، راه كيجيو لهنايا تقدم. تقريبا هاد السويقة هادي كتسالي مع جوج تلاتة ديال الليل.